طيب يا دكتور هاني، الرجاله يعني ما عندهمش مانع خالص في الحج او العمره ان هم يحلقوا الشعر خالص اللي بيقصر اللي تمام. بيحلق يعني لدرجه الستات لا. الاصلع، لكن طبعا الشعر بالنسبه للسيدات هو الزينه بتاعتها، فايه بقى حكم قص الشعر في اثناء تاديه الحج؟ طيب يعني هقول لك على حاجه لطيفه قوي وحاجه جميل. جميله قوي تخص المراه في هذا الامر بالذات. اول حاجه احنا لما بنخلص العمره بتاعتنا بنتحلل من العمره، بنتحلل يعني بنحلق كرجل او امراه. وكذلك لما بنخلص الحج ان شاء الله او في يوم العيد الكبير بعد ما بنرمي الجمره الكبرى، جمره العقبه الكبرى، يوم العيد الصبح الرجل بيتحلل من الاحرام بيحلق شعره والمراه تتحلل بتقص شعرها. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، وللمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين. قالوا: يا رسول الله، والمقصرين؟ قال: وللمقصرين. الحلق يعني ايه؟ يعني نحلق زيرو، تمام، نحلق الشعر كله خالص. المقصر التقصير يعني ايه؟ يعني ان انا بقصر شعري، تمام، بخلي جزء من شعري موجود وباخد نصه، ثلاث ارباعه الى اخره، لكن تمام. الحلق يعني احلق شعري كله. فحلق الشعر في الحج او في العمره للتحلل منهم الاثنين ده خاص بالرجل، الرجل هو اللي يحلق، اللي يحلق يجوز جميل. له، والحلق افضل وثوابه اعظم. جميل. لكن لو واحد مش عايز يحلق زيرو وعايز يقص شعره ما فيش مشكله، لكن ثوابه اقل. الثواب الاكمل انك انت كرجل تحلق شعرك كله، وده فيه كمال خضوع وخشوع وتذلل وانكسار لله سبحانه وتعالى، انك انت الشعر بتاعك ده اللي انت يعني مبسوط بيه وكذا انت هتحلقه على الزيرو مرضاه لله سبحانه وتعالى. فهذا يدل على كمال خضوعك وانكسارك وتذللك لله عز وجل. فلازم برضو نستشعر المعنى ده واحنا بنحلق شعرنا، مش مجرد نسك بعمله وخلاص. يا استاذه مروه وكل الساده المشاهدين، كل نسك بعمله في الحج، كل فعل في الحج بعمله ده ليه ظاهر وليه باطن. فالنسك في الشعر انا بحلقه ده امر ظاهر، لكن الامر الباطني اللي فيه السر فيه كمال التذلل والخضوع والانكسار لله عز وجل. ربنا سبحانه وتعالى. طب بالنسبه للمراه، المراه النبي نهى عن ان تحلق المراه شعرها، ما ينفعش المراه تحلق، المراه تحلق شعرها خالص. انما تقصر، تقصر يعني قال يعني تاخد اي جزء من اطراف شعرها ولو بقدر انمله اللي هي طرف الصباع ده، يعني 2 3 سم مش مشكله. طب وثوابها، ثوابها كامل. طب لماذا بقى يعني امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بالحلق في جانب الرجال ولم يامر النساء بالحلق؟ قال هنا بقى خد المعنى الجمالي والمعنى اللطيف في هذا الامر. الشعر بالنسبه للمراه هو زينه للمراه، بل هو من اكمل الزينه بالنسبه للمراه. طبعا الشعر بالنسبه للمراه بمثابه التاج على راسها، ما ينفعش تنزل التاج من على راسها. فده المرأة مرتبطة بشعرها ارتباط كبير، فلما تيجي تقول لها احلقي شعرك فده في كسر لجبر خاطر المرأة وفي يعني تقليل من شأنها، لأن الأمر ده هيأذيها نفسيا قوي. فالإسلام راعى هذا الجانب الإنساني بالنسبة للمرأة، والمراعاة لجبر خاطر المرأة ورفع للحرج والمشقة عنها ما تحلقش شعرها. ده لما بيبقى شعرها طويل بس وبتأثر وبتزعل، فيعني تمام هو كده سبحان الله، كل سبحان واحد له الله. طبيعة. فعلا. طيب لو ان الاسلام امر المراه بان هي تحلق الشعر كالرجل، هنا بقى هندخل في عده اتجاه. اول اتجاه ان في واحده هتمتنع عن الحلق، تقول لا انا مش هحلق شعري، يعني حلق الرجل لشعره ما فيهوش مشكله بالنسبه له، عادي يعني يمشي عادي وشعره زيرو عادي، امر طبيعي بالنسبه للرجال، بقت موضه كمان. لكن الموضه صحيح، لكن الرجل المراه لا. فلو ان الشرع قال لها لازم تحلقي شعرك في الحج والعمره، ففي بعض النساء هتمتنع، وبالتالي امتناعها ده في معصيه طبعا، تمام، لان ده امر نفسي رفضت. غصب عنها هتمتنع، والاسلام راعى الجانب النفسي، فهي نفسيا مش هتقدر. طيب لو واحده داست على نفسها شويه وامتثلت لهذا الامر وقالت انا هحلق، في الحاله دي ممكن تحلقه وهي متضايقه، بتحلقه مش على انه اقامه نسك او على انه هو مرضاه لله سبحانه وتعالى، انما بتحلقه وهي متضايقه، بالتالي عملت فعل لله سبحانه وتعالى بغير حب وبغير اقتناع، والاسلام مش عايز كده. مش عايز كده.